ازيك عاملين ايه؟ رب تكونوا كويسين وبخير. وحشتوني من الفيديو اللي هو قبل ده على طول يا جماعه، وحشتوني خلاص. المهم فيديو النهارده ريفيو جرو بتاع لانيل بتاع الرموش والباليت بتاعه الروج بتاع جي كات. لو حابين تعرفوا ريفيو عنهم وايه الدنيا معاهم وايه النظام وتستعملوهم ازاي وتظبطوا الدنيا معاهم ازاي، كملوا الفيديو للاخر عشان هيفيدكم جدا جدا جدا. تمام؟ واقول لو قبل ما تشتري البالت بتاع جي كات بالذات يا جماعه، معلش كملوا الفيديو للاخر عشان ممكن تغيروا. بصوا اول حاجه هي البالت بتيجي كده، تمام؟ ده شكلها من بره، من ورا دي الوانها مثلا، وهنا بيقول لك ان انت لما تعملي ميكس الوان هيطلع لك لون تاني خالص. تمام؟ دي ده حاجه حلوه قوي، انت يبقى عندك بالت روج تقدري تعملي منها ميكسات، تقدري تطلعي منها كل الدرجات اللي انت عايزاها. دي هتغنيكي عن اي روج تاني، يعني تجيبيها وخلصنا على كده. تمام؟ تمام. وبيجي معاها اللي هي الستاند بتاعها ده، اللي هي تخلطي عليها اللون والفرشه بتاعتها. اوكي اوكي. اول حاجه اهي، ده الستاند بتاعها. تمام. وبعد كده بقى دي باليت، فرشه واحد، دي الباليت ودي الوانها. بصوا هقرب لكم عشان تشوفوا اكتر حاجه. بصوا دي الالوان. تمام. ودي الفرشه بتاعتها. تمام. ناحيه كده بتبقى، ناحيه بتبقى كده، والناحيه الثانيه فرشه عاديه. فرشتها حلوه كمان، ما فيهاش اي مشكله. انا كنت بقول لكم دي لو استعملتوها هتهدروا منها، بس لو عارفين خدتوا، لو خدتوا تنتوفه كده اوكي مش هيحصل حاجه يعني. تمام. عشان انا لسه لما جربوها بصراحه ما كنتش مجرباها، بس انا سمعت ان هي لو هتغرفي يعني. انت ما تغرفيش، انت خدي بس حته كده معلش. تمام تمام. تحطي على طول على الشفايف، بلاش تعملي لها ميكس على البالت بتاعتها. هو اقول لك اللي يريحك، انا بيريحني ان انا اعمل كده واحط على طول على شفايفي، وانا ادمجهم على الشفايف يعني. الفرشه قاعده كده وادمج. انت بقى زي ما بتحبي وزي ما يريحك اعمليه. تمام. طيب دي الفرشه بتاعتها زي ما قلت لكم، دي البالت. طيب ايه رايك في البالت؟ اول حاجه ثبتها للامانه ضايع. بصوا بيجمنت اللون حلو بس هي كريمي، يعني اي حاجه كريمي معروفه هتطير مش هتثبت. مش عارفه بقى ايه الدنيا. انا مره حطيت لها، حطيتها وحطيت عليها باودر، سبتت شويه بالامانه، بس بعد شويه مع الاكل والشرب طلعت يعني زيها زي اي روج ممكن تشتريه في حياتك. ما فيهاش اي ميزه غير اختيارات الالوان، الفرايتي بتاعت الالوان. تعملي ميكسات تطلعي الوان مش موجوده اصلا. عجبك لون تقدر تعملي ميكس تطلعي اللون اللي عجبك. غير كده بامانه 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 مش حلوه. بس على فكره انا سمعت ان هي فيها اديشن جديد، يعني نزلوا منها نفس النسخه بس جديده. تمام. سمعت بقى ان هي النسخه الجديده دي هي اللي وحشه، هي اللي مش بتثبت، لكن النسخه القديمه هي اللي بتثبت وهي اللي كويسه. انا سمعت كده بس انا مش متاكده من الكلام اللي انا بقوله ده. تمام. انا اتقال لي كده. بس بصوا عايزاها اللي تشتريها بنوته تستعملها استعمال شخصي، لكن استعمال شغل ما انصحكيش. يعني بصوا الروج ده انا عامله الميك اب ده اصلا في فيديو، لو عاجبكم يعني الميك اب ده عاملاه في فيديو هنزله لكم، مش عارفه يا قبل ده يا بعد ده، يعني هشوف الدنيا لسه. بصوا انا بامانه يا دوب خلصت الميك اب، زي ما انا بقالي دلوقتي تقريبا بتاع ساعه مثلا حاطه الميك اب، يعني رحت مثلا شربت ميه وخدت حته كيكيه حاجه كده يعني. بصوا الروج، بصوا شايفين هو تقريبا اتشال من قدام. بصوا هنا هو خلاص خف، هو مفيش. تمام. هو مش مثبتاه. فهي ثبتها مش هتاكلي مش هتشربي، هتقعد معاكي شويه حلوين بس مش قوي. يعني مثلا ممكن تقعد معاكي من 3 ل 4 ساعات 5 كده مثلا. تمام. من غير اكل وشرب. لو اكلتي بقى وشربتي بقى يعني انت وحظك. والمشكله ان هي مش هينفع تاخدي معاكي في الشنطه، لان هي مش حاجه صغنونه، هي حاجه قد كده يعني. فاهمين قصدي ايه؟ فمش عارفه ايه الفكره يعني، بس انا لما انا كنت هموت واجيبها، هموت واجيبها بمعنى الكلمه. ولما جبتها ندمت بصراحه، لان انا كنت عايزه اجيبها للشغل مش عايزه اجيبها ليا. ولا انا ليا برضو يعني، لما بيبقى عندي بلد زي كده مش هتخليني اجيب اي روج تاني في الدنيا. هعمل بيها كل اللي انا عايزاه، وهعمل منها اي روج يعني هخترع بيها اللي ما يخترع، اللي ما طلعش لسه.
تمام، لكن تبقى كده بصراحة زعلت، زعلت قوي قوي. بس انا مشكلة كنت شارياها ب 550 جنيه، مش رخيصة، مش رخيصة ابدا ابدا. تمام، هشوف بقى اي بنوتة تكون استعمال شخصي عايزة تاخدها، مش مشكلة تاخدها، لان انا كده كده هنزل في سعرها وهبيعها، لان انا مش يعني اجيب بيها حاجة تانية احسن تفيدني اكتر. تمام يا جماعة، انا والله عايزة اقولكم ان بريتي هما متثبت احسن من كده، يعني مش كده يا جماعة، مش كده. فين اللي عملها دي؟ فين اللي عملها؟ الله يسهل. وللأمانة كمان السيلر اللي بتبيع مش تفهمك وتقولك وكده، لا هي عايزة تبيع وخلاص، هي عايزة تبيع وخلاص، عايزة تطلع يعني تكسب، ومش مهم انت بقى تتدبسي ما تتدبسيش، لازمكي مش لازمكي، هتنفعك مش هتنفعك، ملهاش دعوة، هي عايزة تبيع وخلاص. مش مثلا تقولك مثلا دي مثلا ده اديشن جديد ومش ثابت زي القديم، لو استعمل شخصي هتبقى اوكي معاكي، لو انت تستخدميها كشغل مش تبقى اوكي معاكي. لكن فين؟ مفيش حد امين يا جماعة، مش مشكلة. المهم دي كل حاجة عن البلد. بس بالامانة هي الوانها حلوة، الوانها زاهية، بيجمنت اللون نفسه حلو، تخلطي منها سهلة جدا في ان انت تدمجي الالوان مع بعض، مفيش صعوبة ابدا في دمج الالوان. هي بس مشكلتها الوحيدة الثبات، بس ده لان المشكلة الوحيدة انا شايفها مشكلة الثبات. مش عارفة بقى، يعني ناس بتقولي حطي كونسيلر بعد كده حطي محدد بعد كده حطي الروج بعد كده ثبتيه بباودر. طب انا لو عملت كده مع اي روج هيثبت؟ مع اي روج في الدنيا لو عملت معاه كده هيثبت؟ والله لو ايه، لو من غير ماركة لو عملت معاه كده هيثبت؟ يعني انا مش جايبة بلد ب 500 وحاجة عشان في الاخر اقعد اصرف عليها كونسيلر ومحدد وباودر ليه؟ طب ما انا اجيب روج ثابت احسن. يعني ايه اللي يجبرني ان انا اجيب باليت زي دي؟ تمام. وعلى فكره تقريبا ده اول فيديو هتلاقوا بيتكلم عن الباليت دي بالطريقه دي، عشان في ناس كتير قالت ان هي حلوه، وناس كتير قالت اه ثباتها مش حلوه قوي، بس هي بالامانه ثباتها يعني كده. يلا مش مشكله، هتروح لصاحب النصب. تاني حاجه في ريفيو النهارده هو الجلو بتاع لانيل، ده عكس البلد خالص. الجلو ده رهيب يا جماعة. انا بس انا في العادة يعني كنت بستعمل الجلو اللي اسمه ايدا، لو قلتلكوا قبل كده في فيديوهات تانية. الجلو كان حلو قوي بتاع ايدا، وشفاف كده ويعني هو ابيض، ولما بينشف بيقلب مات. ده بقى لونه رمادي او اسود، بينشف بيبقى اسود. خطير خطير خطير. بس خلي بالك وانتي بتحطي الرمش، لان انتي لو اتلخبطتي والرمش طلع منك او راح او جه، انتي كده هتبوظي اللون. بس كمان في ميزه حلوه مش هتخلي ده يحصل معاكي بسهوله، بس لو انت مبتدئه هيحصل، سامحيني يعني. لو انت بتعرفي تركبي رموش حلو، بصي بامانه بامانه بامانه، انا بس فتحته تمام، يعني هو كده هو بيتفتح كده تمام، في اللي هي اللزقه دي انا مخليها زي ما هي عشان ما تنشفش مني. بفتحها وباخد بظهر فرشه، باخد حته بس وبقفل دي تاني، وبحط بس على البان بتاعت الرموش، بعد كده بلزقها. خطيره، بصوا اهي، بصوا اهي، مثلا مفيش احلى من كده. بصوا عشان بيستعملوا عرايس بقى وحاجات كده. بصوا انا جفني بتشد وهي ثابته تمام، وسهل في الـ في الـ في الـ في اللزق، ما بقعدش انفخ يعني، بمجرد ما بحط الفرشه يا دوب كده وبلزق. لو ما لزقتش هينشف عليها، مش هيلزق معايا، مش هيلزق معايا كويس. هي بس مسافه ما بحطه، مسافه بحطه على طول على عينيا علشان الجلو ده بينشف بسرعه تمام، فما تسيبوش كمان مفتوح، لازم تتاكدي انت قافلاه كويس جدا. حلوه يا جماعه. بس على فكره هو اصلا بتاع بوريك مش بتاع رموش. يعني اصلا ده جلو بتاع بوريك مش بتاع رموش تمام. بس حلو في الجلو، في الحلو في الرموش، فقلنا ليه لا يعني نجرب. وكميته حلوه، يعني كميه بالنسبه للزق لزق رموش كبير، يعني ده الحجم الصغير منه هو 30 مللي، ده حجمه صغير، ما بالكوا الكبير بقى قد ايه. بصوا ومليان على فكره، مليان يعني مش 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 فاضي او نصه، لا لا مليان على فكره، في كتير. فبصراحه لا ده رهيب 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 رهيب. حتى لو انت ما هتستعملي لنفسك جلو هاتيه، خطير خطير خطير. ما تقوليش هم الكميه، ممكن تقسمي مع اي حد، بس تحطي له في ازازه كويسه تقفل كويس. اوكي انا خلصت ريفيو النهارده، يا رب يكون ريفيو سريع وخفيف وفيديو خفيف عليكم. ولو عجبكم الميك اب هسيب لكم اللينك تحت لو نزل الفيديو قبل.